بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إخوتي الأعزاء الكرام متابعي ومشاهدي قناة الأحجار الكريمة وعلوم متنوعة. أنا الآن في هذه المنطقة الجبلية التي تقع في وسط وغرب النرويج، وهنا استأجرت هذا البيت الخشبي القديم الذي تشاهدونه، وذلك لقضاء بضعة ليالي مع العائلة في الإجازة الصيفية، حوالي 15 شخصا، ويوجد أيضا أجزاء ملحقة في البيت كما تشاهدون. منطقة جميلة جدا. بجانب هذا البيت الريفي وعلى هذه الشجرة الكبيرة زارنا هذا السنجاب اللطيف الجميل، ألوانه جميلة جدا بلون برتقالي محمر، وكان يقفز من غصن إلى آخر. لم أستطيع تصويره، لكن لحسن الحظ استقر على هذا الغصن لأستطيع أن أصوره هذا الفيديو القصير، وكان الأولاد متحمسين جدا لرؤيته ومتابعته. خرجت بجولة لاستكشاف المناطق الجبلية وطبيعة صخورها في هذه الجبال المحيطة بالكوخ أو المنزل الريفي الذي استأجرته. باللورات متراكبة من الكوارتز، بعضها ما هو شفاف، شاهدوا هنا شفافيته أعلى، لكن لا تأخذ الأشكال النمطية لبلورات الكوارتز. وهذا نوع من الصخر الرسوبي، خشب متحجر تفحم كما تشاهدون، تحول إلى ما يشبه بنية الفحم، سبحان الله عز وجل. وأيضا دخلت فيه فلزات الحديد في أنسجة الخشب وتحجر بهذا الشكل. لاحظ أن لون الرمال هنا حمراء والصخور الكثير منها بلون أحمر، هذا يدل على غنى هذه المنطقة بأكاسيد الحديد. شاهدوا مثلا هنا أكسدة عالية تحولت إلى ما يشبه الأسود لأكاسيد الحديد، وهذا غالبا تم بدرجات حرارة عالية، ليس بدرجات حرارة الجو، ولكن لأن هذه الصخور كانت في باطن الأرض وتعرضت لحرارة عالية فتأكسدت أكاسيد الحديد بهذا الشكل. صخور خضراء كما تشاهدون أو عروق ضمن الصخور بلون أخضر بسبب غناها على ما يبدو بمعدن النحاس أو ربما معدن الكبريت. وهناك في الأعلى لدينا عروق من الكوارتز الكالسيدوني، لكن لا يبدو فيها أي تشكل للبلورات. وهنا وصلت إلى هذا النهر الصغير الذي تشاهدونه، تسير المياه من الأعلى هناك وتجري في هذا المجرى المائي الصغير أو النهر الصغير للأسفل كما تشاهدون. وصلت إلى هذه المنطقة، تشاهدون هنا هذه الصخور يختلط فيها الفلدسبار بلون وردي مع الكالسيدوني، شاهدوا هنا باللورات من الكالسيدوني. سأحاول البحث أكثر في هذه الصخور لعلنا نجد بلورات جميلة. على الطريق صادفتني هذه الحيوانات، هي غزلان الرين كما تشاهدون. طبعا هذه الحيوانات وأيضا حيوان الموز تشكل خطرا على السير في هذه البلاد، والكثير من الناس تعرضوا للموت في حوادث اصطدام مع هذه الحيوانات. هناك واحد آخر
مجموعة من هذه الحيوانات في هذه المنطقة كانت واقفة على الطريق، والحمد لله انتبهت لها دون أن أصطدم بها. هنا إخوتي الكرام وجدت عرقا للكالسيدوني يحوي على جيوب، تحوي على بلورات صغيرة. شاهدوا هذه البلورات، بلورات كوارتز. إذن هذا مثال لعروق الكالسيدوني التي يمكن أن تحوي على بلورات. شاهدوا معي، أنا بالقرب من أحد الطرق الآن، لذلك اعذروني من ضوضاء السيارات، لكن أنا ارتفع عن الطريق حوالي 50 مترا أو يزيد قليلا. هنا جيوب تحوي بلورات صغيرة من الكوارتز كما تشاهدون، وهناك في الأعلى أيضا بلورات صغيرة من الكوارتز، جيوب بلورات في الدسبار. هنا أيضا جيب صغير جدا يحوي بلورات صغيرة جدا من الكوارتز كما تشاهدون. حصلت من هذه التجاويف التي تحوي على بلورات ناعمة من الكوارتز على كتلة صغيرة، هذه الكتلة التي تشاهدونها لبلورات كوارتز صغيرة وناعمة. شاهدوا معي، لم أجد أكبر منها، ولكن الوقت تأخر علي اليوم، لذلك سأتابع البحث في هذا المكان عن تجاويف أو كهوف ضمن الأحجار تحوي على بلورات أكبر. في نهاية هذا الفيديو أتمنى أن يكون الفيديو قد حاز على إعجابكم. إلى أن نلتقي في فيديو قادم بإذن الله سبحانه وتعالى، أسأل الله لكم الخير والصحة والعافية والرزق الحلال الطيب المبارك من الله عز وجل. بأمان الله وحفظه أستودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.